ما قلتلوش ليه يا ورد؟ والله يسوق عليا. وبعدين انا كنت فاكره يعني انه هيقدر ويفهم. هو ما فهمش يا ورد، ما فهمش. ده اول مره دي ايه؟ ده بقى عيلته كلها عيانين زيي، جاي متفصل ومتطرز جاهز يا ورد، وبرضه ما ينفعش. انت ليه ما تعملي كده في نفسك؟ حقك عليا، انا اسفه. انا مش زعلانه منك يا ورد، ومش زعلانه منك، انا زعلانه من دنيا يا ورد. زعلانه من كل حاجه ماليش يد فيها ومش عارفه اغيرها. تفتكري بقى هلاقي اللي يجي يغيرها علشان؟ اكيد طبعا، اكيد صدقيني. 100 مرة قبل كده قلتي لي أكيد وما بيحصلش. المية واحدة هيحصل. وممكن لأ. كفاية بقى كده يا ورد. كفاية قلة قيمة. أنا من النهاردة مش قابل غير البني آدم اللي يتمناني ويعوزني بكل ظروفي. يا ورد أنا طول عمري بحلم أحب حد ويحبني. من ساعة ما وعيت على الدنيا وأنا شايفاك أنتي وحسن. ما بحسدكوش والله يا ورد. بس أنا نفسي أبقى زيكم. نفسي عيني تلمع زي عينك لما بتشوفيه، نفسي قلبي يدق زي قلبك لما بتسمعي اسمه. ده صعب؟ لا لا مش صعب صدقيني، وهيحصل، هيحصل ان شاء الله. ارتحتي يا امينه؟ قعدت تزن عليها لحد ما نزلت وراحت، مش كده؟ النبي يا حسن ابوس ايدك يا اخوي، لو امك غاليه عندك وطي حسك احسن. ابوك لو سيبها هيعمل لنا حكايه احسن. خليه بقى يسمع يوم يكسر البيت علينا كلنا كده برضو يا حسن. اخص عليك يا امينه، ما انت اللي ما بتسمعيش كلام حد. مليون مره قلنا لك الجواز مش بالعافيه، ونادي دماغها مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها. قولوا اللي تقولوه، بس انا ام، انا وليا يا حسن، وبحس بالولايه اكتر من اي حد. نادية يا بنتي حبيبتي لا راحت ولا جت، ولا هي زي البنات اللي في سنها. حرام عليكوا بقى، نادية صعبانة عليا قوي. يعني هي مش صعبانة عليا؟ تفتكر إن أنا مبسوط إن أنا شايفها قدام عينيا كده مش عارف أعمل لها حاجة، مش عارف حتى أفرحها عشان خايف تروح مننا؟ نفرح بعد ما بعد كده المقدر هو اللي مكتوب. يا سلام، وتتجوز ونسيبها تموت. بعد الشر عليها، ما تقولش على أختك كده، إن شاء الله هتعيش. يا ستي وأنا اللي بقول للدكاترة اللي بتقول، وأنا بقى مش مستعدة أجرب في أختي. شوف شيطانها نظرة الحزن اللي في عينيها لما وهي ماسكة فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطة وحد يقول لها عقبالك يا عروسة. تقطع قلبي يا حسن، نفسي أشوف الفرحة في عينيها يا ابني. وأنا نفسي تفضل عايشة، مش مستني اللحظة اللي أشوفها بتموت قدام عينيا. أنت كده تبقى أناني يا حسن، أنت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب. يا أم حسن سيبها تعيش، خلينا نفرح، خلي هي كمان تفرح. ماشي يا أم حسن، ماشي، ربنا يسهلها ان شاء الله. لا مؤاخذه حاج صحيناك، تعالي هنا ما تخافيش، ما انت عارفه ايده الشمال غبيه. اه عارفه. واحد بيرا يا سايكو. انا يا دكتور علي. ايه اللي عملته مع الدكتور سعيد؟ عملت ايه؟ انت مش دكتور عظام، والدكتور سعيد اقدم منك. بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمل له كبيره؟ او التمريض راح قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخ من الوجع، مش قادر يحرك صوابع رجله، وامه المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه، وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره ممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حق اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور، مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب اشرب البيره. مش عايز بيره، سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد. متردد. مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز، امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه. والله العظيم صدفة. أي حد يتعب في العيلة أروح أندهله الدكتور، وأكون أنا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الأدوية،
وبعد كده لزقت فيا، الدكتور علي راح، الدكتور علي جه، وبالصدفه برضو جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب، كلها صدفه بصدفه يا دكتور، فهمت؟ طب اشرب البيره، اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا، ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحه الباشا النهارده؟ تمام، ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك، بنتعلم. واضح، لانك تقلت العيار على الراجل اول مره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرميه في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك، وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا. أدينا رحمناه من سجن الحكومة ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. بس دي يا أكرم، أنت صدقت نفسك ولا إيه؟ وكلنا عارفين إن الراجل كان شايف شغله كويس، لولا إنه غبي مش أكتر. ما هو ده بقى مصير الأغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا أكرم. إن شاء الله. ونبي عمرو بيه قول للباشا أكرم البدري في خدمتك دايما. مع ألف سلامة. مع السلامة. وفضل أي حد يجي يمسح على راسي. حسنة سهل، أصل أنا يتيم، أبويا وأمي ماتوا من زمان، عشت زي الغريب في بيوت قرايبي، شهر في بيت ده وأسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض بركة وثواب، خد اليتيم الشهر ده عندك يمكن ربنا يكرمك، الأكل بحساب والنوم بحساب حتى الكلام بحساب، وكانوا كلهم أكبر مني، كان يبقى نفسي أتكلم أقول أي حاجة، أسمع صوت لأي حد، كانت كانت بتعدي علي أيام بحس إن صوتي متسلسل من كتر السكوت، لغاية عرفت طريق الورقة والقلم وبقيت أكتب وأحكي وأقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله مستني يوم تروح بيتك، واليوم ده ما يجيش هتعود نفسك إنه مالكش بيت. تمام. تعالى يا حبيب قلبي اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it on the Photoshop. You did it with Photoshop? واو حبيب قلبي، بابي عبقري وانا معرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا مشفتش مامي قبل كده بتولع كاندلز لنعناع، احنا التتا بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش، بس ببقى عارف ان نعناع مش زعلانه مني. قولي يا مارو، بتحس بايه لما بتبص النعناع كده وتبص لملامحها الجميله دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا بتكلمني، بس انا مشوفهاش، بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحده
هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في الصوره معانا؟ بحس انها مش عايزه تكون معانا. خد يا حبيبي. شاطر. اعمل واحده تانيه. يلا. النهارده ثانويه ماما. وانت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعه. يا ترى ناوي تيجي معانا النهارده ولا زي كل سنه؟ ما انت عارف يا اكرم اني مشغوله وعندي مواعيد النهارده في الروتر. الله، مالك يا بت؟ بحلاقي فيا كده ليه؟ بملي نظري منك. وده من امتى ان شاء الله؟ اصلك بتفكرني بابويا. مش انت برضه زي ابويا وربيتني؟ اه طبعا زي ابوك الله يرحمه. الف رحمه ونور تنزل عليه. الله يرحمك يا ابو. نين ابو كريم؟ ايه؟ الوقت عقلك. في حد راضي يا حسن؟ في حد راضي؟ اسمع، هو في حد يطول؟ بقول لك ايه؟ انا كل ده ساكت ومش عايز اتكلم معاك لحد ما تهدي وتبقى كويس. انا دي انت مش عارفه ايه؟ انا لما برفض اقعد مع حد عشان شايف ان هو مش من قيمته. انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا بحسده من دلوقتي، بقول مين ابن المحظوظ الله يصحى كل يوم يلاقي القمر ده قاعد جنبه في البيت؟ حاسس انه لسه ما اتخلقش. مفيش حد يسال طيبتك وحنيتك يا بنتي. وعايز اقول لك على حاجه بقى، انت ما حدش هيجوزك غير عريسك ده، لازم تعمل له كشف، تعمل له اختبار، لازم اعرف ان الراجل زي الفل. ربنا يخليك ليا يا حسن، يفرح قلبك انت كمان. انا اللي يفرح قلبي ان انت تبقى مبسوطه ومطمنه ومش خايفه من ولا حاجه طول ما انا جنبك. اكيد يا حسن. خلاص؟ اكيد. حاجه بقى، حاجه عشان نازل عندي مشاوير. لا اله الا الله. محمد رسول الله. خلي بالك على نفسك. ماشي. ليه كده؟ مش هينفع يا بنتي.
انا اسفه والنبي يا استاذ وهبي، والله انا حاولت اكتر من مره بس اعمل ايه. انا اول يوم سالتك قلتي لي انك متمكنه وصبرت عليكي يوم واثنين وثلاثه والنهارده رابع يوم، انا مضطر لفصلك من الشغل. انا اسفه والنبي يا استاذ وهبي، في ايه؟ الروايه دي بقى لها اسبوع هنا ومفروض تسلم بكره وهي ما خلصتش حتى ثلاث ارباع بتاعتها، ايه القرف ده؟ معلش معلش ولا يهمك، انا هتصرف، تعالي معايا. وبنتي بالراحه واحده واحده، هو اصلا عايز يمشيني من الشغل من ساعه ما جيت هنا، بقالي اسبوع يديني 500 ورقه اعمل بيهم ايه؟ معلش بس برضه انت غلطانه، انت من ساعه ما جيتي وانا شايفاكي عماله تكتبي بسرعه، وكل ما تكتبي بسرعه تغلطي تاني وترجعي تعيدي تاني. واحده واحده بالراحه، تعالي معايا. بيقول لك مره اتنين ماشيين مع بعض، بعض سابهم ومشي. مره واحد صعيدي طلع له مصباح علاء الدين، قال له شبيك لبيك، عبدك وملك ايديك، اطلب، قال له انا عايز كوبري من هنا لامريكا، قال له ايه ده؟ شوف لي طلب اسهل من كده شويه، قال له خلاص خلي لي كل صعيده اللي بلدنا يفهموا، قال له انت عايز الكوبري رايح جاي ولا رايح بس؟ بيقول لك مره واحد صعيدي فين مات؟ مره قنبله وقعت على هوا عملت بوم. لا مؤاخذه شو اتاخرت عليك. ولا يهمك يا سي حسن. معلش يا شو، انا مش هينفع اجي معاكي، عندي شغل ولازم اسافر. ايوه بس انا كنت معلش بقى اسمع عني، بس اقول لك ايه؟ خد الفلوس دي خليها معايا. لا لا انا معايا معايا والله. اسمع بس الكلام، خليها معاك حتى لو انت جايز تحتاج لحاجه. معلش بس انا مش عايزه فلوس يا سي حسن، انا عايزاك انت معايا، يعني محتاجه وجودك جنبي قوي. والله شو غصب عني، ما انت عارفه اللي فيها. وبعدين ما تقولش حاجه، انا فاهمه كل حاجه، بس انا خايفه خايفه قوي، مش عارفه ايه اللي هيحصل. هيحصل كل خير ان شاء الله، ما تخافيش. وبعدين انا سالت على الدكتور قالوا لي كويس قوي، هو عملها كتير فما تقلقيش. اتوكل انت على الله، شوف شغلك وانا هبقى اكلمك اطمنك. ماشي يا اختي، وخلي بالك من نفسك. تعالي يا سي حسن. ربنا معاك ان شاء الله، تعالي بس اركبك حاجه، تعالي شوف. خلي بالك ها؟ طمني لما توصلي. بونجور. بونجور اكرم بيك. اهلا بيك يا عبير، ازيك؟ انا كويسه، شرف زياره حضرتك لينا، المره دي اتاخر قوي. ما يتهيأليش ان انا اتاخرت قوي للدرجه دي. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل يا باشا. ده مين ده اللي قدام شويه وهتبص ايده ورجليه؟ دي فتاة اكرم البدر اللي بيطلع في التلفزيون. حنان سكر. السلام عليكم يا اخ، ما تشوفش عزوز والنبي. يو يا حسن ما تهزرش يا اخي. يا عم بهرج معاك، غير هدومك يلا، عايز اخرجك شويه. لا يا ابو عمرو مش كتر، اخرج انت. اخرج انا؟ يلا تعالى ننزل نشوف البحر، حبستك ليه النهارده مش تنفعك. يا عم انا مبسوط بالحبسه، انا مبسوط بالحبسه، اخرج انت. انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز. حسن خد اقول لك، بقول لك ايه؟ ما تعرفش مين البت اللي كانت واقفه النهارده بتتفرج عليا في الكلوس وانا بلعب؟ كلوس وبت؟ بت مين عزوز؟ بت زي القمر يا حسن، دي عليها جوز عمار. ولا ضحكتها يا بوي؟ ضحكتها حلوه قوي. حلوه قوي؟ لا ما شفتهاش، المره الجايه بقول لها. يوه هو انت الواحد ما ياخدش منك اي كلمه يا اخي؟ اوعى. طب شيل الكتكوت ياض اللي على دماغك. خد الكتكوت. خد يا واضح ان انتوا جبتوا حاجات جديده. احنا كلنا في خدمه سعادتك. ذكرى مع الباشا حنان، تعالي معايا. ايه
ده الجديد ها؟ اوكي يلا. آدم دنيا جديدة بتفتح لك يا نورس، بتقولك عدي، تعبت كتير بقى وأنا الأوان ترتاح. لازم تتنقل نقلة تانية يا أخي، نقلة تلاقي فيها كل اللي حلمت بيه وأبوك قبل منك، الباشمهندس حسن الرشيد. أبو علي أنت هنا؟ أيوة برضه. مش يا حبيبي؟ تسلم إيدك عم رضا. إزيك عامل إيه؟ عايز أسألك سؤال، إيه رأيك في المعلقين بتوع اليومين دول ولا ميمي الشربيني؟ ميمي الشربيني طبعا، هو في زي ميمي الشربيني؟ طب بقول لك على حاجه، انا من كام يوم كنت بتفرج على ماتش قديم بتاع الاهلي والكروم، قال لك ايه؟ قال لك مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، دخل على الجول، مجدي عبد الغني 26 سنه بيدور على العروسه، ده بيخطب على الهوا يا بابا. دنيا تقلي غيرها يا اخي، حتى في المعلقين. يا عم ما تضايقش نفسك، اهو مجدي عبد الغني بطل كوره واتجوز وخلف وجاب جون في كاس العالم بيزلنا بيه لحد النهارده. لحد النهارده. لحد النهارده. تعالى على الجول. يلا بينا. ساعة البيه يا ساعة البيه. خير حضرتك نسيت دول. خد يا ابني. ايوه باشا مرنا كبير. كل سنه وانت طيب. ايوه 200 جنيه حته واحده، ربنا يخليك لينا يا كبير، بس بتاعك زي العسل باذن الله. شكرا يا باشا، مع السلامة يا ريس، مع ألف سلامة. قالها ناظرا لي وهو يعاني من عذابات تشع من عينيه. حزين هو المجتمع، الذي يبدأ نصف كلامه بكلمة تخيل، فلم يعرف الحب يوما ولم يعرف العشق يوما. فإن أردت حلمك
اعشقه. الو؟ ايوه. ايه يا دوك؟ ايه الاخبار؟ تمام. عايز حاجة؟ انت مش نازل؟ انزل فين دلوقتي؟ الساعة 4 العصر. في حد يتصل بحد الساعة 4 العصر؟ يا دوك الساعة 4 العصر وانا بكلمك الساعة 4 الفجر. انا من الناس اللي ما بتروحش في حتة الساعة 4 العصر. عايز تنام يا اخي. ده انت الغريب جدا. ايه ده؟ الو، ازيك يا علي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فاتن. انا كنت نازله اجيب شويه حاجات وكنت هعدي على واحده صاحبتي في المنشيه. فقلت انت بتقعد هناك على طول يعني. قلت يعني لو ينفع اشوفك قبل ما اروح. شوفيني؟ هو في حد بيشوف حد الساعه 4 العصر؟ ايه؟ مساء الخير دكتور فاتن. ازيك يا سلوى؟ عامله ايه؟ ايوه يعني مش فاهمه ايه مشكله الساعه 4 العصر دي. بهزر معاكي بهزر معاكي. اه طيب ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ابو علي. اقعد يا حبيبي اقعد. ايه حكايتك بقى يا سيدي؟ رايح جاي رايح جاي. الان يا دكتور الان يا دكتور. في ايه يا ابني؟ ده رئيس القسم نفسه لما بيجي لي المحراب العظيم بتاعي ده ما بيقوليش انا الان يا دكتور. وبعدين انا مش فاهم الان من ايه؟ ما نتيجه الكنترول قدامك اهي. معلش يا دكتور، بس انا مؤاخذه يعني مش هطمن غير لما اشوفها بعيني. بعدين السنه الجديده دخلت وانا لسه قاعد محلك سر. الصيف كله على ماده، لولا الماده دي كان زماني دلوقتي متخرج. يا ابو علي يا ابو علي، دور سبتمبر دايما بياخد وقت، وبعدين احمد ربنا انها ماده واحده، كان زمانك عايد السنه كلها. لا الحمد لله على كده. قول لي بقى، انك عامل قلق مصطنع ورايح جاي كده عشان تتهرب من الشغل؟ يا سلام، ده سيادتك تؤمر واحنا ننفذه على طول. طب يا عم الخدوم، دي مفاتيح اليخت بتوع واحد صاحبي. هو في مشكله بسيطه كده بس انا عارف ان ابو علي قدها ودود. خير؟ الخطفه بقى اللي هخطفها لك انه في ابو قير. يا سلام، لو في بلطيم نروح العوم. ازيك يا حسن؟ ازيك يا باشمهندس؟ بعد اذنك يا باشمهندس محمود، احنا اتفقنا ان في مواعيد محدده هي اللي تجيلي فيها مكتبي، يعني دلوقتي حضرتك تروح على سكشنك وتشوف شغلك. بس انا محتاج اراجع التطبيق اللي انا اقترحته. واللي انا رفضته. حضرتك انا ما عرفتش اسباب للرفض، وده شغل شهور. ده مش شغل اصلا يا باشمهندس. ازاي يعني يا دكتور؟ انا وصلت المنطقه ما حدش وصل لها قبل كده، كل اللي اشتغلوا على نقطه الباور ما فيش حد منهم وصل لنقطه اعلى من اللي قبله، حتى حضرتك مع احترامي ليك. اشتغلت بنفس الوسيله وما وصلتش لنتيجه. لو حساباتي كانت مظبوطه. لو حساباتك كانت مظبوطه، هو ده المصطلح. لو يعني حضرتك اشتغلت على نفس الموضوع بس من زاويه تانية، يعني في النهايه هتوصل لنفس الحيطه السد اللي كلنا وصلنا له بما فيهم انا، مع احترامك لسيادتي. عشان حضرتك ما سمحتليش بالتجربه. خلاص انتهينا، اتفضل دلوقتي روح شوف شغلك. اتفضل يا باشمهندس. عشان يبقى دكتور ناجح لازم يتعلم الاول ازاي يكون معيد شاطر. طبعا. انت ناجح ناجح. لا انا مش قلقان، ربنا يستر. بتفكر في ايه؟ ما بفكرش في حاجه. يعني مش بتفكر في واحده؟ هو عيب انك تفكر في واحده؟ يعني انا لو سرحت شويه وانت بتتكلمي اكون صلحت في واحدة؟ هو أنا حسيت كده ودايما إحساسي بيبقى صح. إحساسك المرة دي صح. هو أنت ليه دايما لما بتكلم معاك في حاجة زي دي بحس إنك بتقلب الموضوع تهريج وتستقلب كلامي؟ لا مش طبعا. أنت عايزة تحللي شخصيتي؟ لا أكيد مش قصدي كده يعني، بس هي حاجة جت في بالي وقلت أقولها لك يعني. مش أي حاجة تكون في بالك لازم تتقال. يمكن يكون عندك حق،
بس انا اتعودت لما بكون قريبه من حد بتكلم بطبيعتي عادي بقى من غير ما احط اي فلاتر على افكاري. وعموما انا اسفه يعني لو ما تتأسفيش. خلاص بالنسبه لموضوع الفلاتر ده لازم ناجله عشان هنتاخر. اتفضلي هنتاخر. يلا تاكس. استني يا بنت مالك اسحى كده ليه يا ساتر؟ انت يا بنت انت يا بنت اللي معرفش اسمك. استني استني يا بنت عايز اقول لك كلمتين. اني عبد المعطي شلش ومن ساعه ما شفتك وانت على الترع بتشطفي المواعين وانا عايزك تشطفيني قصدي يعني تليفيني يوه قصدي يعني ترعيني زي ايها طبق ولا بلاص عندكم في الدار. انا قصد خير والخدمه الشريفه. هه قلتي ايه؟ انت سامعاني ولا انت مصنقه في ودانك ولا ايه؟ بعد الشر على ودان الغزال. ما دام ابتسمتي يبقى ايه؟ بيعملوا ايه بعد كده؟ استني يا بنت. يا حضرة العمر. استني يا بنت يا بنت. ورد عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ يقول بنت المخبله دي ما بتردش ليه؟ انت يا ورد. اسم الله اسم الله. سرحانه في ايه؟ مفيش. بقول لك عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ اه طبعا حلو قوي. هو انت بتطلع من ايدك حاجه وحشه برضو؟ امال مالك عامله كده؟ مفيش حاجة. تعالي تعالي في حضني. وحشني حضنك قوي يا ورد. كل مرة بحضنك فيها ضنايا بحس نفس الإحساس اللي أنا حسيته لما كنت حتة لحمة حمرا لما أمك الله يرحمها ربنا اختارها. يوميها سبحان الله ربنا زرع في قلبي محبتك بقيتي عندي اغلى من حسن وناديه. لما كنتي صغططه قد كده كان طولك شبري. كنت دايما في كل صلاه ادعي واقول يا رب يا ربنا يجعلك من نصيب حسن ابني عشان ما تبعديش عن حضني ابدا. ايه ده؟ مالك يا قلب امك؟ ولا حاجه خالص مفيش. بس يعني حضنك كان وحشني. الكلام ده على امينه برضو؟ في ايه يا حبيبتي؟ اصلا حلمت حلم وحش قوي قوي اني مفزوعه من النوم. خير اللهم اجعله خير. احكي لي يا ضنايا. حلمت ان انا في مركب في وسط البحر وحسن واقف على الشط التاني بس مش لوحده بقى. طب وماله؟ البحر في المنامات حلو. ايه كملي. كان واقف وانا عمال انده عليه انده عليه بص لي وراح مديني ظهره ومشي. اي عبيطه يا عبيطه. يمشي يروح فين؟ ده لازق بغيره. حسن يمشي برضو. طب دي الضحكه الحلوه الورد والكلمه الحلوه الورد. استعيذي بالشيطان يا بنتي عشان ربنا يبعد عنك الهم والقلق. يا رب يا ماما يا رب. عارفة يا ورد كل اللي انت فيه ده ضنايا صدفة يعني عين وصابتك. اه والله يوه ده انا ياما يا بنتي العين صابتني. عارفة يا ورد كنت انا ورشيدي مخطوبين لما كان يعدي عليا عشان يخرجني بقولكيش من هو على الإمة يدخل كده بطوله وعرضه يا اختي كل نسوان الحته قبل بناتها يتهبلوا عليه وانا بقى كنت امشي جنبه وهو مأنجزني. كان لما يميل عليا كده ويوشوشني ما اقولكيش الدنيا وما فيها احسه صوته. كنت بحس وانا جنبه ان انا ست الستات. كانوا كل نسوان في حته في كوم وانا في كوم تاني.
تذكر جدته حين كانت تطلب منه العودة لأمه، حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة. كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجدة، وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو، حتى إن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كلما أقبل عليهم. وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده. لا لا، اسمح لي يا دكتور جلال، مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام أنا بعتبر ده إهانة. لو سمحت يا دكتور، مفيش حد هنا ضدك. الإهانة إن أنا أتعب واشتغل. من فضلك اديني فرصتي إن أوضح حد للمهزلة دي. هو ما يتكلمش ليه؟ أدم حضرتك بتساوي بيني وبينه يبقى يقول اللي يقوله. مهزلة. صباح الخير. صباح الخير يا حسن، ازيك؟ ازيك يا دكتور. ايه ده تهريج بقى؟ يعني طالب زي ده بيعمل ايه هنا وايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حسن، انت كنت موجود في مكتب الدكتورة عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه؟ لا يا دكتور، كنت موجود. فاكر التطبيق ده كان عن ايه؟ يعني متهيألي انه كان عايز يزود الباور لنظام معين. وفاكر رد فعل الدكتور عزت ايه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل. بس يا دكتور الموضوع بسيط، يعني اكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته او كان يعني. شفت حضرتك؟ متهيألي دلوقتي ما بقاش في شك ان الدكتور عزت رفض التطبيق بتاعي عشان ياخده وينزله في المجلة العلمية ويكتبه باسمه. حسن، دي الرسومات اللي انت شفتها في مكتب الدكتور عزت؟ حضرتك دكتور في حاجة؟ حسن، رجع محمود. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله وحشني. انت وحشنا قوي. تعال نشرب شاي. تعال اتفضل. يا ده انا نسيت الشاي على النار، اغسل لي كوبايتين دول يا حبيبي. حاضر. واحد ما عرفش مخه بقى خلاص. يا ساتر يا رب. على مالك يا حسن؟ والله وحشني يا حسن. وانت كمان يا عم محمود. الله يخليك. أنا عايز معلقة واحدة بس. ماشي. مالك؟ وفينك؟ الدنيا مشغلة عن محمود، والشقة ما بيرحمش حد. الدنيا ما بتشغلش حد عن رب إلا ونسة الإنسان عن نفسه. بس أنا في دقيقة كبيرة أوي. النهاردة حصل لي موقف صعب جدا. في رجل خير وبغراني أفضله عليا قد كده. أنا النهاردة شهدت عليه وحاسس إن أنا وديته في 60 داهية، مش عارف ده صح ولا غلط. شهادة حق يا حسن؟ حق طبعاً عن محمود، أمال إيه؟ طالما حق يبقى مفيش. بس بص يا حسن يا ابني، اسم الحق اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي له أبطال عليك، مفيش حد غيره. عارف يا حسن، الراجل ده ربنا حطه في سكتك وسخره ليه. عندك حق يا عم محمود، بس انا خايف اخسره. الدنيا دي دلوقتي صعب تلاقي حد بيساعد حد، وزمانه دلوقتي بيقول ده جزات ان انا عملت معاه كده وقفت جنبه وساعدته. خايف عليه
ولا على المنفعه اللي جايه من ورايا حسن؟ ما اكدبش عليك، الراجل ده انا كنت بتكل عليه لما اتخرج. الخطوه اللي بخطيها معاه بتعديني سنين لقدام، وانا مش قادر ارجع للصفر تاني. تعبت يا عم محمود. لو خايف انه يضيع منك، ربنا هيسخر لك غيره في سكتك يا حسن. روح له، ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف انك نجيته بشهادتك دي. ايوه يا ابني، نجيته من ظلمه لنفسه ونجيت غيره. روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني. ولا تزعل يا ولد، ايه يعني قفشوك والبلد كلها بتلسن عليك؟ هي يعني بلدنا دي كان حليت حاجه غير الكلام ولا فيها حاجه بتستخبي؟ ناس هسوي بعيد عنك. وبعيد عني ليه؟ ما دي رجعت لها تاني اهو. يا ابني معلش، خيرها في غيره. وبعدين ده انت تحمد ربنا انه نجاك بالسلامه. الحمد لله. خش اي حاجه عم سيد. يا عم سيد. ايوه يا عم معطي. إيه اللي اقول لي يا عم سيد؟ إيه؟ هي مين البت اللي كانت بتشتري من البقال اللي قدامك؟ انا البت دي يا ما البلد خلفتها كلها بنات. البت الحلوه دي اللي كانت رابطه منديل احمر وبالاماره جات لك هنا وديتك تفاحي. وكمان نقرت التفاحي يا عم معطي وبتسال ليه بقى؟ اصل كنت عايز اقطم التفاحي. علي انا يا ولد. ايه يا عم سيد انت يا واد يا جن؟ يلي تفهمها قبل ما تفكر انها تطير، ولو طارت تنزل على جدور رقبتها من عينك اللي تتدب فيها رصاصه دي. انت بتقول ايه يا ولد انت يا ولد؟ خلاص يا عم سيد، بص قدامك وكمل اللعبه اللي بتلعبها. حلو الشاي. عم سيد. يا عم سيد. اللي عم سيد مش هتقولي مين البت دي؟ تسرع البت يا ولد. البت فاطني. بنت مصلح الفكاهة دي والختم الشريفة؟ أيوة. البت القمر دي بنت مصلح المصدي؟ ايوه. ده الراجل مسوي زي فاكهته يا ولد. تحس كده يا ولد ان نط الشيطان يا ولد في عيلتهم مال. ما تلم نفسك يا عم سيد. والبت دي فاضية ولا مشبوكة؟ على قد علمي كده يا ولد انها فاضية. دي وانت مالك انت تسأل اذا كانت فاضية ولا مش فاضية؟ انت حالتك انت يا عم معطي عشان تسأل اذا كانت فاضية ولا مش فاضية؟ خلاص يا عم سيد، خلي بقك حلو وكمل اللعبة. يا تكلبلي. انت بتقول ايه يا والي؟ يا بسيوني، يا بسيوني، واد يا بسيوني. انا يا حسن، انا تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ يا دكتور انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت بحاول بس. يعني بتحاول ايه؟ انت مالك اصلا؟ تتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انا ما اتدخلتش في حاجه يا دكتور، انا لما كلمني ما كنتش عارف هو عايزني في ايه، لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك. طبعا الوقت يكلمك في التليفون واتفق معاك على قرشين عشان تعملوا تمثيليه رخيصه تشوهوا بيها سمعتي. لا لا مؤاخذه بقى يا دكتور، انا ما اقبلش الاهانه. مش حسن رشيد ليش هتزور على حد؟ تمام تمام، ابعت لي امن حالا. امن؟ امن يا دكتور انا عملت ايه؟ حكايه انك تبقى باشمهندس دي تنساها خالص. النتيجه لسه ما اعتمدتش، ولو قعدت في الكليه 7 سنين غير اللي قعدتهم برضه مش هتبقى باشمهندس، هتترمي في الشارع ومن غير شهادات، ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للاهانه يبقى ايه. ليه يا دكتور وانا عملت ايه عشان كل ده؟ الافندي ده يتاخد يتعمل له محضر تعدي ويتسحب كارنيهه وما يخشش الكليه تاني. تعدي؟ وانا جيت جنبك يا دكتور. بره. واللي انت عملته يليق بطالب محترم؟ يا فندم لو سمحت من غير اهانه، انا ما عملتش حاجه وما كنتش اعرف محمود عايزني في ايه غير لما وصلت هناك. أنا كل اللي عملته شهدت باللي أنا شفته مش أكتر. شهادتك دي ما تخصناش، سواء كانت حقيقية أو زور، أنا اللي عايز يا فندم زور إيه؟ أنا شهدت شهادة حق. هشهد زور على الدكتور عزت ليه؟ ده أفضله غرقاني. ما تقاطعنيش وأنا بتكلم. قلت لك شهادتك دي ما تخصناش. أنت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها. عملت إيه بعدها؟ تعديك بالضرب على الدكتور عزت جوه مكتبه. ضرب؟ ضرب مين؟ ده أنا يا دوبك صوتي عالي عليه فجأة لقيت الأمن داخلين عليا في ثانية. يا فندم أنا ما عملتش حاجة. والله العظيم ما عملت حاجة. أنا رحت الدكتور عزت فعلا بس عشان أعرف أنا عملت إيه غلط. في شهود للواقعة دي شافوك وأنت بتتعدى عليه بالضرب. ده غير شهادة أمن الكلية اللي لولا تدخلهم كان مين يا عالم بقى كنت هتعمل فيه إيه تاني؟ شهود مين وأمن إيه؟ أنا ما عملتش حاجة، ده أنا قعدت 5 دقايق جوه ومشيت. حسبي الله ونعم الوكيل.
تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه من الكلية ومنعه من التواجد داخل الحرم الجامعي بأي صورة من الصور، وذلك بعد الاطلاع على المواد 180 و181 من قانون رقم 49 لسنة 2007 وعلى مجلس التأديب الذي أجري مع الطالب في الفترة الخامسة. هلا ايه يا نورس؟ فينك يا هندسة؟ يا عمرو ايه؟ انت كبرت علينا بقى بعد ما خدت الشهادة بقى. لا ابدا يا عمرو، بس عندي صداع فرع دماغي. اوعى تقول لي الصداع ده من الوابور. ايوه انت متربي هنا، فاكر لما كنت اخدك عند عمك ملاك يا اما تسوق يا اما تسطح فوق الكابينه؟ كان زمان بقى يا عمرو، زمان كنت احب اطلع في القطر واشوف الدنيا من فوق، افرج جناحاتي زي النورس واحس الهوا شايلني لفوق. بس بعد وقعت القطر خلاص قلت وقعت البحر اهون، والنورس ما ينفعش يبعد بعيد عن المالح. طيب قول لي تحب تسوق دلوقتي اروح اكلم لك عمك ملاك؟ يا ما سوقت وما وصلتش لحاجة عم رضا. معقولة كده خلاص؟ أشبال العمر دي كلها تروح على الأرض؟ لا أكيد مش ممكن، كل مشكلة وليها حل، بس مسألة وقت مش أكتر والحكاية تتظبط. ما كانش تعب سنين وبس. يا عجوز لبست كام قطر ببعض؟ كتير يا رشيد. ده يا ابن رشيد، ازيك؟ ازيك يا رشيد؟ تعال اتفضل اتفضل. والله وليك وحشه. انا قلت بقى جاي اسال عليك، ادام انت قليل الاصل وما بتسالش على حد. لا طول عمرك صاحب واجب يا رشيد. بمناسبه الواجب، ايه رايك بقى اعمل لك كوبايه شاي تهدي دماغك؟ مظبوط تمام. انت عامل ايه بقى؟ انا كويس، بس تصدق يا جمعه قطك الضيقه دي بهتت عليك. يا راجل طب ايه رايك بقى ان قطي الضيقه اللي مش عاجباك دي الف من يتمناها؟ يا سلام، ومستني ايه يا اخوي؟ اديها لهم اديها لهم وفك عن نفسك بقى واخرج بره للبراح. بالك انت عارف انت ليه مش عاجباك الاوضه بتاعتي دي وشايفها ضيقه؟ علشان بفهم. لا بلاش علاقه بالفهم، لان مساله الفهم دي فيها شك. الحكايه باختصار لانك انت اتربيت في المينا وخدت على البحر والسماء. وانت خدت على ايه؟ على القطبان الحديد والقطوره والاوضه المترين في مترين اللي انت فاتحها سبيل لكل من هب ودب. يا اخي ارجع بيك كوبايه يا اخي. مالك يا رجيني؟ لو انت قلبك واسع شويه بس هتشوف الاوضه اللي قدامك دي على مد بصرك. ولما انت قلبك واسع قوي كده وحنين ما دلكش على اختك. والله عندك حق. عامله ايه يا مينا؟ زعلانه منك واخده على خاطرها. اختك كبرت ومحتاجه اللي يسال عليها. ده انت ما فكرتش اخر مره تيجي تشرب معاها كوبايه شاي ولا تقول لها كلمه حلوه؟ انا ايه كوبايه؟ ده انت ابوك وثق عليها قبل ما يموت. وبعدين يا اخي انت خلاص مالكش حد في الدنيا ديت غير الواد حسن. لا واد ايه؟ اسمه الباش مهندس حسن. يسلم تمك يا جمعه، هي دي الكلمه اللي انا نفسي اسمعها، الباش مهندس حسن. بسيطه، الباش مهندس حسن. فاكر زمان وانا اول ما دخلت المينا كان رئيس العتالين لازم يسأل النفر مننا انت مين واصلك ايه وفصلك ايه وساكن فين؟ ليه بقى؟ عشان لو حصلت منك اي مشكله يرجع للكبير بتاعه. ساعتها جاني وسألني، قلت له انا النفر اللي قدامك وما فيش حد ابدا في ظهري. قاعد تقول لي انا عارف الدماغ دي اللي تستاهل الكس. ساعتها كنت فاكر انها عيبه انك تستقوى بحد تاني حتى لو كان ابوك. دلوقتي بقى نفسي الف اسكندريه كلها واقول انا ابو الباش مهندس حسن. رقبتي بتكبر من رقبته وانت بتبقى من قيمته، لكن كل اللي حلمت بيه وانا عيل حسيت انه هرب مني ولا شيء، لكن ربنا حققه لي في الوقت. الحمد لله ان شاء الله ربنا هيصدر دار احسن، قصدي الباش مهندس حسن.
سوري يا اكسلانس، كنت عايز افكر سعادتك بميعاد الايفنت بتاع نورهان هانم علشان دي فضل لها شويه وهخلص. يعني افهم من سعادتك انك مش ناوي تروح. واضح ان سعادتك بقالك كتير ما جيتش هنا، تقريبا من بعد المهندسين بتوعنا ما بداوا يجددوا في الكنيسه بعد ما كانت مكان مهجور. طول ما انا حاسس ان انا نجس يا صالح مقدرش اجي مكان طاهر زي ده. فشرت؟ لا مش فشرت دي، لا اللي اقصده ان سعادتك تشرف اي مكان تدخله. وبالرغم من كده عمري ما حسيت انه بيطردني مني، بالعكس بحس انه بيقول لي، بيكلمني شخصيا ويقول لي مش مهم يا اكرم انك نجس، المهم ان المكان ده طاهر. فعلا انا دخلت كذا كنيسه قبل كده، بس ولا كنيسه ليها نفس الروح اللي مخيمه على المكان ده. ما هو عشان ماما، الله يرحمك يا ماما. عارف يا صالح، زمان وانا طفل صغير لما كنت ازعل من حاجه كانت تجيبني هنا اهو ومولع شمعه ونقعد بالتلات أربع ساعات ما بننطقش ولا كلمة لحد ما انسى أساسا السبب اللي كان مزعل وأروح البيت وأنا سعيد ومبسوط لحد ما ماتت. حاولت أجي المكان ده بس ما قدرتش، ما عرفتش يا صاحبي. جريت جري على اوضتي ولميت كل الشمع اللي في البيت وولعت كله على امل انها ترجع تاني، بس ما رجعتش وسابتني لوحدي في الدنيا دي، لوحدي خالص يا صالح. اكسلانس، ماما في الجنة. ده اكيد، ده اكيد. عارف ده المكان الوحيد اللي برتاح فيه بجد، بحس انها حواليا جنبي كده، بحس بنفسها بشم ريحتها. اخبار التبرعات ايه يا صاحبي؟ التبرعات ايه؟ نعم التبرعات، تبرعات الجمعيات المسيحية الخيرية. تمام يا اكسلنس، أنا عملت لسعادتك ليست مفصلة لكل جمعية بالأرقام، كله هيتم زي ما سعادتك عايز بالظبط. بس في حاجة كده عايز أكلم سعادتك فيها. يعني قلت لك مليون ألف مرة ما ينفعش يا صالح. تخيل معايا سعادتك، أكرم البدري رجل الأعمال المسلم يتبرع بمئات الألوف للكنائس والجمعيات الخيرية المسيحية، هيضيف لسعادتك كتير. انا بعمل كل ده عشان خاطر ماما، وكمان عشان احس ان روحها راضيه عليا وبتدعي. لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير يا ريس جمعه. صباح الفل يا بيوم. امسك يا حسن، امسك. تأمرني بحاجه تاني؟ شاكرين يا بيوم. ازي يا حسن، ازاي تسيب نفسك كده لغايه ما تروح منك وتمسك في الراجل؟ طب والمصحف ولا لمسته؟ يعني انا هعمل كده يا خال؟ انا يا دوبك صوتي عالي عليه، فجاه لقيت الامن حواليا بيعملوا لي محضر تعدي ولقيت نفسي مفصول. مفصول يعني ايه؟ يعني بره، يعني ولا حاجه، يعني كل السنين اللي فاتت دي اترمت كده على الارض. والله يا خال انا حاسس ان انا في كابوس، مقلب دم وتقيل. حاسس شويه الناس هتيجي تقول لي فكك يا حسن احنا بنهرج معاك. بس برجع بفوق اشوف ان اللي بيحصل ده كله بجد. طب ما تشتكي يا حسن. اشتكيه، كبر ولا صغر استاذ من ضمن الاساتذه اللي درسوا لك، ما هوش اكبر واحد يعني ولا في ايده كل حاجه. اشتكي مين يا اخي؟ بقول لك محضر التعدي اتكتب من غير ما انطق ولا كلمه. بس انا عارفه، هو راجل مؤذي وايده طايله والناس كلها بتقول.
سبع سنين مبحر في عرض الدنيا عشان ارجع مكاني كما كنت. حتة مكانجي مرمي في عرض الملكة. اللي صحيح ما قلتليش، ايه اللي انت حبيبتي ده؟ حبيبتي ايه في ايه؟ هي المدام اشتكتني في حاجة؟ التبس يا فارية اللي رجعتي للراجل. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ راجل معرفوش، يديني 200 جنيه بتوع ايه؟ بتوع انك في محل قبها زي ده؟ بتوع ان هو باشا وبيقدر بقيمته، وان اساسا ال 200 جنيه دولت ما يجوش حاجة جنب كم الفلوس اللي عنده. اكنهم بالظبط بريزة فضة في جيبك المصدي. جرى ايه يا بنت يا حنان؟ هو انا خدتهم من جيبك يا اختي واديتهم له؟ شوف بردك البت، بدل ما تشكريني على النصيحة، طب احمدي ربك بقى ان المدام ما شافتكيش. انت عارفة لو كانت شافتك كانت قطعت خبرك. لو النبي. مش مصدقاني؟ يا بنت ده أكرم البدري. عارفة يعني إيه أكرم البدري؟ ولما هو أكرم البدري يبص الواحدة زي بتاعت إيه؟ وبعدين أنا ما فهمتهاش غير حاجة معينة، وأظن واضحة بالنسبة لك زي الشمس، فأستري بقى وحلي على نفوخي. ها ده أنت خالك راح لي بعيد قوي وسرحتي. لا يا زوزة ده طبس يا حبيبتي. وعشان تبقي فاهمة اللي زي أكرم البدري ده عينه مليانة وعنده اللي مكفيه وزيادة، يعني أساساً ولا هو شايفني ولا شايفك. افهميها بقى كده يا حلوة عشان تستريحي. لا فاهمها كويس بقى. أنا عارفة إن إحنا أقل كتير قوي من هيعدوا علينا هنا، عشان كده رجعت له فلوسه. تخيل ربنا جعلني سبب عشان أفرح الراجل الشقي ده. 40 سنة أبويا شغال في المينا على أمل إن ابني يبقى مهندس. بسمتك مش حرام. ليش نفسك؟ ليش نفسك يا أبو علي؟ محدش عارف، شكر ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك الخير في الشر. يمكن يا خالد. طب انا هحكي لك حاجه. زمان كان في راجل ملك. الملك ده كان بيخرج للصيد هو واستاذه اللي رباه وعلمه اصول الحكم. وفي رحله صيد حصلت لهم حادثه صغيره كده، اتقطع فيها اصبع الملك. الملك نقم على عيشه، زهد في الحياة، افتكر إن حياته انتهت في اللحظة دي. أستاذ قال له لا، الحياة مش كده، الحياة أوسع كتير قوي من مجرد حادثة حصلت لك. لازم تخرج تاني وتعيش وتصطاد وتعيش حياتك. فعلا ملك رجع تاني يخرج رحلات الصيد. وفي يوم خرج في رحلة صيد لوحده، قابلوه ناس كفرة ما يعرفوش ربنا، بيعبدوا الأصنام. خارجين يدوروا على راجل يضحوا بيه ويقدموه قربان للصنم اللي هم بيعبدوه. أول ما شافوا الملك قالوا هو ده اللي ينفع. خدوه قبل ما يضحوا بيه قدام الصنم بتاعهم، بصوا في إيده كده لقوا صباعه مقطوع. قالوا معقول؟ يعني هنقدم قربان للآلهة راجل معيوب بتسع صوابع؟ سابوه. ساعتها بس الملك عرف ان الحادثه الصغيره دي كان الباب اللي اتفتح لحياته ومد في عمره، ولولا كان اجره ده. يعني ربنا اداني المصيبه دي عشان اجيني من حاجه اكبر، مش كده؟ طب ليه؟ وايه الغلط في الهندسه؟ ولا ايه الغلط ان انا عايز افرح الراجل الشقيان ده وابسطه؟ مش غلط ولا حاجه يا حسن. اللي انا عايز اقوله لك، ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ومين عارف يا اخي، مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطط الخير في حلمك انت مش في حلم ابوك؟ انا حلمي ان ابويا راضي عني ومبسوط، مش عايز اكتر من كده. وانت حسن، انت ما فكرتش مين اللي هيبسطك؟ يا عم انا مش عايز حد يبسطني، والله ما عايز حد يبسطني. انا دعوة ابويا وامي بالدنيا واللي عليها كلها يا خالد. محدش قال حاجه يا حسن. استغفر الله العظيم. ناوي تقول لابوك؟ ما ينفعش طبعا. تقول له ايه ده يروح فيها؟ بس انا خايف منه الناس يرجعوا يكلموه يقولوا له خلي حسن يجي لنا بالورق والشهاده. لا ما فيش شهاده ولا ده على الاقل لغايه ما نشوف لنا صرفه. شفت يا خال الورطه اللي انا فيها؟ انت ناوي تعمل ايه؟ والله ما عارف يا خال. شكلها كده ما فيش قدامي غير حل من الاتنين. ازور شهاده يا حمز الملك بتاعك، اروح اقطع صباعك.
المره دي بتبص لي كده ليه؟ صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. تعالى يا عم ابراهيم. خلاص يا ست الكل. بالراحه، استناني انا يا عم ابراهيم. حاضر يا ست الكل. ايه ده؟ هو انت مش عندك شغل النهارده ولا ايه؟ طلعت اجازه. طلعت اجازه؟ طب يا اختي شرفتي، الحمد لله على السلامه. راجل نجس يا ابن الصرمه، يا ابن الصرمه، يا ابن الصرمه يا نجس. يا عم ابراهيم. ايوه. خش. حاضر. تعالى يا عم ابراهيم، ركب لي الباب على الاوضه. حاضر. حاضر يا ست زكريا. اكد لي على الاكرة. حاضر. الله، بتعملي ايه يا بنت يا زكرة؟ يعني هكون بعمل ايه يابا؟ بنركبه باب. احي اهو باب مردود شر مطرود. رايحه تشتري باب يا عين امك؟ طب يا اختي كنت اشتريتي حته غساله اوتوماتيكي بدل ايدين امك اللي باشت. غساله؟ مش لما نبقى ننضفه من جوه نبقى ننضفه هدومنا؟ يلا يا عم ابراهيم شهر. حاضر يا ست زكرة. ما قلت اسف بقى. خلاص تعالى تعالى يا عم المقموص. تقفل السكه في وشي؟ بكره هعملها معاك. الله، ما انت مجنون. في حد يكلم حد الساعه 4 الظهر؟ ها احكي لي، عملت ايه من غيري؟ قابلت فاتن. بتحبك البنت دي؟ شكلها بتحبك. اه بتحبني. عايز تتجوزها؟ لا طبعا، لا هي ولا غيرها. واساسا فكره الجواز كلها مش في دماغي. احسن. اوعى تتجوز. ليه؟ عارف يا علي الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض. ده كلام افلام. الناس بتتجوز عشان تضمن انها لما تموت ما تبقاش لوحدها، يبقى في حد جنبها. يا سلام، ايه الانانيه دي؟ دي مش انانيه، ده حقيقه يا علي. ما تحب حد او ترتبط بحد ازيد من اللازم فجأة يروح وياخد روحك معاه. انت بتتكلم على ايه؟ موت. عن الموت ولا عن الحب؟ الموت في الحب، انك ترتبط بحد قوي تحبه قوي وفجأة يجي الموت وياخده منك. ده حقيقي، الموت ما بيستناش حد، بيجي فجأة بياخد أي حد بتحبه أو ما بتحبوش. بياما ناس اتجوزت ودفنت عيالها وهم لسه عايشين. عايشين ميتين يا علي. أنا مش فاهم حاجة. ولا عمرك هتفهم حاجة. أنت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تألف ولا بتعرف حاجة خالص. صحيحكم. عارف أنت هتفهم أنت لما تحب. اما عامله لك شويه شاي حسوكه يستاهلوا بقك عنب. تسلم ايدك يا ام حسوكه. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا ضناي. في الميعاد ده بتبقى يا اما في السيرك مع صاحبك يا اما في المينا. عادي ياما، زهقت تغيير يعني، زي ما كل حاجه كده حوالينا عماله بتتغير. ما هو التغيير مش وحش برضه، بس انت في جواك حاجه ومخبيها عن امك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف اقول لك ايه. ايوه يا ام، ابويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي واسيب المينا باي شكل، مش عارف ليه. معلش يا حسن، ابوك يا ضنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ستي ما انا عارف، بس حطي اي حد مكاني. يما المينا دي انا اتربيت فيها، لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وانا صغير. انا عشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد. امشي النهارده واطمع في شغلانه ثانيه؟ لا اله الا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب انا معايا شغلانه، اروح ادور على حاجه ثانيه ليه؟
يا حسن يا دناي، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. يا ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا دناي. ونصيب ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. اوعى تقول له كده حسن يسعى. لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه مكفيه على المكنه ليل نهار، مفيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا دناي، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحه كده زيك، ما معهمش شهادات عاليه زيك يا حبيبي. نفسه ومنى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، انا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن. لا يا مش كتير عليه. بس في حاجة تانية بقى يا ابن بطني مخبيها عني ومش عايز تقولها لأمك حبيبتك، صح؟ بصراحة أما كده أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك، بس مش عارفة تخدميني ولا لأ. عيني يا حبيبي. معلش معاك 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لأ. يا حضرة العود ابنك حيني ده حدفني بستافندي. اهدي هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمه، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ انا مش جدع، انا جدع، بس انا عايز اقول لك كلمتين. حسك حلو قوي يا فاطمه، بيسحر كده ويلبش الجد. هو ايه ده يعني؟ الله، وليها تاني كده؟ انت عارفه فاطمه؟ انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا، نسوان وحريم يشيبوا شعر الزلبطه. بس وربنا، شوفي وربنا، أنا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمي أنا بحبك يا فاطمي، بحبك وعايز أتجوزك يا فاطمي. يا بنت أنت وقعتي على ودانك وأنت صغيرة ولا إيه؟ ما تقولك. مش أنا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي كمان عارفة اسمي. طب أنا عايز أقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي. وبقولهم لأبويا بردك. أقولهم لأبوكي؟ مسلحي المصدي دي هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بقك. ده ايه النيله دي يا ساتر؟ صباح الخير يا ابطال. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير. قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورده؟ انا مفيش حاجه، انا زي الفل. في ايه؟ حسن، في ايه يا حسن؟ احكي لي. احكي لك ايه؟ مفيش حاجه يعني، لو في حاجه يبقى مشاكل عاديه، مش عايز اوجع دماغك. بس مفيش حاجه، انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ رأي يا حسن، هو انا غريبه عليك؟ يا حسن انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حته تانية. في ايه بقى؟ انت في حاجه جواك مخبيها. اخبي ورد؟ مفيش حاجه، انا كله تمام. قولي لي انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال ان هو هيجي بالكتير قوي كمان اسبوعين، وهي فرصه تقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير ان شاء الله. انا كنت بحسبك هتبقى مبسوط اكتر من كده. انا اكيد فرحان طبعا، بس انا كنت شايف ان احنا يعني ناجل شويه احسن. ليه يا حسن؟ ابدا يا ورد، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما بنتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش انت شغال في المينا، في ايه بقى؟ ايه المشكله دلوقتي يا ورد؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورد. وانا قلت ايه غلط؟ في حاجة بينك وبين شوق يا حسن؟ انت في حاجة بينك وبينها صح؟ شوق؟ ايوه شوق يا حسن. انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، وقلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شوق مين يا عبيطة؟ انت مصدقة اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت
وانت في غيرك في قلبي حمارة؟ طب فاهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعدة وساكتة ومستنية، ولا هيفهمني هيفهمني ولا نطقت ولا قلت حاجة يا حسن. في ايه بينك وبين اللي اسمها الشو ديت؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تأجله يا حسن. يا بنت اهدي يا بنت اهدي، افهمك على كل حاجة بس كله بأوان. اهدي بقى، شو مين يا عبيطة انت؟ تعالي تعالي يا عبيطة. شو يا هبلة؟ والنبي يا دكتور. ايوه قال الدكتور امشي بسرعه. والنبي يا دكتور اتفضل. ايوه انا عندي فيروس سي. ايوه وبعمل اقرار علاج، وعشان يكمل لازم حد من الدكاتره اللي هنا يكشفوا عليا ويحولوني اعمل تحليل، واخد التحليلات دي كلها واديها الاداره. ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليا يا دكتور. واحد قال انا ما بكشفش عليكي عشان انا بكشف على الطوارئ. أيوة. والتاني سابني ومشي وخرجني بره وقال لي انا خلصت نبطشيتي خلاص، وانا مشواري بعيد يا دكتور، وعشان اكمل كده لازم اجي تاني عشان اخد القرار. حاضر يا حاجه، انت استني شويه، ده مش تخصصي. عايز حاجه علي؟ الحمد لله الحمد لله. في حاجه دكتور؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه بس علي. عندي بريفت مع الدكتور سعيد وانت عارف ما برحمش في التاخير. ان شاء الله مش هتتاخر 10 دقايق. بص بص هي عايزه ايه؟ بس عايزه مني يعني؟ انت مش مدير المستشفى وكمان مش من حقك تقول لي امشي ولا استنى. ارجوك انا عايز امشي. لا من حقي اقول لك كده. وانا من حقي امشي اشوف اللي ورايا. لا مش من حقك، من حقك تعالج الست دي. العيني مش من بقيه اهلك يا علي. من بقيه اهلي. فين خاطر؟ على كانوا قدام العينين ولا ايه؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه اي حد يكشف عليها. وانا خلصت ولازم امشي، عندي برايفت مع دكتور سعيد. امسك يا استاذ، شوف الست عايزه ايه، لو مشيت من غير اذن احوالك تتحقق. اتفضل. حاضر يا دكتور. اتفضلي يا حاجه. بالسلامه يا امي. عندي برايفت مع الدكتور علي. تعالى معايا يا عايزه. اتفضل. انا عايزاك تغيري لي كل ده، الزيتي هنا والاورنج هناك. ذكرى ذكرى تعالي هنا. مالك مش مركزة ليه؟ أنا شايفاكي من بدري، في حاجة حصلت؟ لا خالص يا مدام، بس أنا آسفة يعني يمكن أكون سرحت ولا حاجة. خلي بالك من شغلك، أنا عرفت اللي حصل مع أكرم بيه. كنت فاكراني مش هعرف؟ بس أنا ما قصدتش حاجة، أنا بس اتفاجئت لما لقيته 200 جنيه، فقلت يمكن مش واخد باله من الفلوس. ليه؟ عمرك ما شفتي حد معاه فلوس ونزيه؟ ولا كنت فاكراها هيديكي 5 جنيه زي الزباين بتاعت المحلات إياها اللي أنت جاية منها؟ يا مدام أنا ما قصدتش حاجة، أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، أنا لقيتني جارية وراه برجع له فلوس بس، وإنما ما أقصد حاجة. بعد كده تحسي، لأن دي قلة ذوق. بس بعد الموقف ده أنا شايفة إنك أمينة وعايزة تستمري في المكان. يعني حضرتك مش زعلانة مني؟ شوفي شغلك، ولما يحصل موقف زي ده ما تتصرفيش من دماغك، ترجعي لي في الأول. حاضر حاضر يا مدام. أما نشوف هتفضلي على أمانتك دي لغاية إمتى. شوفي شغلك. لا طبعا مش مجدي، التظلم بيفيد بس بفتح الباب قدام إعادة النظر في الإجراءات مش تغييرها يا حسن. ما ده المطلوب يا متر، نفتح باب الإجراءات من تاني. أول حاجة نتيجة الكنترول حتى لو مش معتمدة تثبت إن أنا حضرت الامتحانات وما تخلفتش. حسن تاني حاجة، محضر التعدي المتلفق ده إحنا ممكن نعيد النظر فيه والتشكيك في أمره. يا حسن يا حسن افهم، الموضوع مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. أنت مش مفصول عشان خاطر اتخلفت عن نتيجة الامتحان علشان تفتكر إن نتيجة الكنترول هتبرأك، أنت مفصول عشان خاطر محضر التعدي، وده ما ينفعش فيه إعادة النظر، وده إجراء مبطور، يعني مفيش خطوط نجري وراها، واحد ضرب واحد، وفي شهود على كده، خلصت. أيوه بس دول شهود زور. شهود زور. وعشان كده المحضر ما فيهوش ثغرات، عارف لو في شهود حق كنا قدرنا نشتغل عليه. يعني شهادة الحق بتموت، وشهادة الزور هي اللي بتنجي. ندمان يا حسن؟ ندمان؟ ندمان على إيه؟ إنك شدت الحق مع المريض. لا طبعًا، أنا ما ندمش لو جبت حق حد، بس أموت لو ما عرفتش أجيب حق أنا. طمن يا حسن وما تقلقش، انا هرفع قضيه على الدكتور عزت وعلى رئيس القسم بصفته وبشخصه، وعلى عميد الكليه كمان بصفته بشخصه،
عشان كلهم وقعوا قرار الفصل التعسفي عليك، وده مجرد اجراء تخويفي وتوقيع صحابه فيه، وده الاجراء الوحيد اللي اقدر اعمله في الوقت الحالي. ماشي يا فانك، والنعمة اقول لامك. قاعد انت هنا مروق على الاخر يا عم. روح الله في يا عم. طلعت فل يا بعلي. فل ازيك. ايه اللي جابك النهارده؟ مش اجازه ولا ايه؟ نازلين طوارئ يا عم عشان مركب واحد من الكبار طالعه ولازم ورقها يخلص. خدت بالي برضه، ابوي عامل مشاكل مع العتارين، قريت الحوار. الرئيس رشيدي في الشغل ما عرفش ابوه. ولا ابنه وحياتك. ساعه على طوب الارض، عايز نمشي واسيب المينا. قلت لك يا صاحبي انت اللي مش عايز تسافر. يا ابني اسافر اروح فين؟ يا زيك انا لو سبت البحر هموت. عارف يعني ايه؟ البحر ده عالم تاني، عالم ملوش اول من اخر. لو عشيته هتتسجن فيه بدرك، مهما يعمل فيك مش تزعل منه. حتى لو زعلت منه هيرجع يراضيك تاني، ولو فرحت بيزود لك فرحتك نسبه هوا. بس مشكلة يا زيك انه غدار، ممكن يحول لك كل حاجه لنوى في غمضه عين. وربنا ابوك عنده حق، انت البحر جننك. صح يا زيك، انا البحر جنني فعلا. يلا من هنا. يلا يلا. صباحو. طول عمرك وانت بتحب تلعبي، مش هتكبري ابدا. ربنا يخليهولك يا رب. على فين كده؟ اعمل لي السمكايه. معلش بقى، عندي معايا. يلا مع السلامة. مع السلامة. برضه يا حسن مش عايز تقول لي الملل؟ قلت لك برضه مفيش حاجة. شوية مشاكل وهتعدي وابقى احكي لك. انت مش عايز تحكي لي يعني مني عبيطه زي ما انت بتقول وبعمل حاجات كده تزعلك مني من غير مقصود؟ طب وحياه حسن عندي انا ما بيبقى قصدي. والله انت عبيطه فعلا يا بنت، انا عمري ما زعلت منك. لا انا عارفه ان انت بتعمل كده عشان انا صعبانه عليك، بس والله العظيم يا حسن انا لا بعرف اكل ولا نام ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه طول ما انت كده متضايق. حتى حسن عليك ما بقتش صافيه زي الاول، وانا متاكده كمان ان انت لما بتقعد تضحك بتضحك كده بس عشان انا ابقى مبسوطه وما تزعلنيش. النبي حقك عليا يا بنت، ما فيش حاجه قلتلك. شويه مشاكل، الورق بتاع الكليه، على الاعفاء بتاعت الجيش، شويه مشاوير وهتخلص وخلاص، ما فيش حاجه. يعني انت يعني ما انت زعلان عشان يعني شكيت فيك في موضوع شوق؟ شوق يا بنت؟ شوق مين يا بنت؟ انا عليا ما بتشوفش غيرك انت، ومات الكلام على كده خلاص. يعني انت خلاص بجد ما انت زعلان يا بنت؟ انا اصلا مش زعلان منك والله. يا عبيط. Bonjour, Your Excellence. Bonjour, يا صالح. هو أنا مش هخلص منك أبداً؟ حتى يوم أجازتي جاي للبيت ما ينفعش أخد يوم واحد أجازة من غير ما أشوفك؟ برنس،
غصب عني، غصب عني. اوكي. بس الحكاية زادت عن حدها. بلغني ان فؤاد شكري ايده طولت تاني على حصتنا. وعلشان ما اتحركناش المرة اللي فاتت بدأ هو بنفسه يلسم بالكلام ان خلاص كلها 2 سنتي وراسه بطول راس سعادتك. وبعدين؟ النوع ده يا اكسلانس لازم له قرصة ودن. وده وعد مني، بروميس، النهاردة قبل بكرة أقطعها له، أعور له قدامه الاتنين، بس سعادتك تديني الإذن. ولما تقطعها له وتعور له قدامه الاتنين يسمع الكلام بإيه؟ بعدين ما أنت عارفني يا صالح، أنا ماليش في الأذية. والحل يا اكسلانس؟ أنا أقول لك الحل إيه؟ بص، هو فؤاد شكري راجل طيب، طيب زيادة عن اللزوم، مش عارف إن كل اللي حواليه هم اللي مغرقينه، عشان كده سيب دماغه طول دماغي، خليه يفرح بيها كام يوم، وبعد كده نطير له دماغه بودانه الاتنين، ويبقى كده إحنا ما أذيناش حد. إكسلانس صحيح. أنا ما بتفهم حاجة. في أمل ولا مفيش أمل؟ الأمل دايماً موجود. أنا رفعت القضية ومشيت في الإجراءات، بس لازم. بس إيه؟ ما تقوليش بس، اتكلم على طول. شوف يا حسن، أنا هكون صريح معاك. إحنا خدنا خطوة في القضية دي، والخطوة دي صح 100%، وهتوصلنا اللي إحنا عايزينه. بس المشكلة مش في النتيجة، المشكلة في وقت القضية نفسه. بقول لك يا متر، من غير لف ودوران، أنا وضعي إيه بالظبط؟ فهمني. المحاكم فيها 100,000 قضية من النوع ده. انت عارف يا حسن القضايا دي بتقعد قد ايه؟ مش بتقعد يوم ولا يومين زي ما انت فاهم، القضايا دي بتقعد سنين. يعني ولما انت عارف كده بتخليني ارفع قضيه ليه؟ بتشتغلني يعني؟ انا كل حاجه بتروح، مستقبلي بيضيع، اهلي اللي عايشين يحلموا يشوفوني مهندس، اقول لهم ايه؟ اقول لابويا ايه؟ انت عارف اللي حصل ده معناه ايه؟ فاهم؟ لا مش فاهم. انت الفاهم هتشوف لي حل، وهتشوف لي حل دلوقتي كمان. مش الحل الواحد ان انت تراضي الدكتور بتاعك ده؟ يعني ايه؟ عايز نروح له؟ إذا كان رحت له قبل كده وطردني، أمال بعد ما رفعت عليه القضية هيعمل معايا إيه؟ هو لازم دلوقتي أعصابه تكون هديت، وهيقدر يناقش معاك الموضوع، وهتوصله الحل. بقول لك إيه يا ابني، أنت مش هتخسر أكتر من اللي أنت خسرته، جرب وشوف. صافي كفايه، انت متعرفش تلعبها. خليك في كورتك، انت خليك في كورتك. انت شايفها اصلا؟ مش باينه الكوره، مش واضحه خالص. بقول لك ايه، طب ما تيجي مكاني، يمكن المكان ده غلط. يلا يا فوفي يلا. ماشي. ايوه اكيد هقابلك هناك، احنا ما بقيناش نتقابل الا في المناسبات دي. خلاص اوكي، تشاو. هو احنا مش معاد لهم نجي؟ بليز يا مامي، عايزه مع فوفي شويه. مش هينفع كده. هو ايه اللي مش هينفع كده؟ انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت، وانت عارف ان عنده تريننج بكره الصبح. طب ده تريننج بكره الصبح، احنا النهارده بالليل، وبعدين انا من حقي اقعد مع ابني شويه، انا ما بشوفوش. يلا يا مارو، اتس بيد تايم. شويه مارو، نسمع كلام مامي. يلا. تشرب معايا درينك؟
درينك؟ طب ما انا عندي فكره تانية احلى، بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجه او حاجتين، مش دي فكره احلى؟ للأسف يا حبيبي عندي شغل بكرة إن شاء الله. باي روحي. انت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل عليا ده هيخليني ارجع في موقفي؟ وانا برضه هتنزل على القضيه وفي الاخر برضه انت مش هتستفيد حاجه. تنزل عن ايه يا حبيبي؟ متاخر قوي. وبعدين هز طولك يا حبيبي وقوم اقف وانت بتكلمني. اوه اسمع بابا، اللي انا عملته معاك ده مجرد قرصه ودن، قلت اسيبك كده يومين ثلاثه تفكر، يمكن العقل يرجع لك في دماغك تاني وتعرف حجم الغلط اللي انت عملته، ساعتها بس كان ممكن افكر ان انا راجع موقفي. هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ اولا حضرتك افتكرت ان انت اتخرجت لمجرد انك نجحت، مع ان النتيجه لسه تحت ايدي، وبعد كده رايح تحط ايدك في ايد محمود عشان تتحداني بيه، وغلطت لما فكرت تروح المحاكم. انا ما روحتش محاكم يا دكتور، انا ما روحتش محاكم، انا مش عايز حاجه غير حقي وبس. انت مالكش اي حق اصلا، انت اساسا ما دخلتش كليه هندسه، انت مجرد عملت محاوله وفشلت، والفشله من امثالك بينتهوا عندي هنا. انا مش فاهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت مفيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبل ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطيلها. وحسن رصيدي ما بيتطيش لحد. لا هتطاطي، وهيحصل لك اكتر من كده لو ما غرتش من قدامي دلوقتي. اقول اروح فين انا؟ اقول اروح فين؟ بتكلم مين؟ ما بكلمش حد، انت بره. يلا يا جماعه مدام ايفين كل سنه وهي طيبه؟ سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة حلوة. خايفه لما نجيش. ما تجيش لحبيبتي؟ اقعدي ازيك يا علي؟ اهلا يا فاتن، ازيك؟ الحمد لله تمام. مندي مندي مش عارفه. كنت عارفه انا عليك هنا، تحبي تقعد مع مدام ايفين؟ طبعا. خير في حاجه؟ بصراحه كنت مخنوقه شويه عشان كده عديت عليك وقلت مش هعرف اكلمك في التليفون. ايه؟ قولي. اصل عليا ولبنى كانوا بيتكلموا معايا امبارح بيقولوا لي هو انتوا متخانقين؟ فقلت لهم لا. احنا قصدك انا وانتي؟ اصل هما بصراحه بيقعدوا يسالوا كده اسئله غريبه جدا، يعني كانوا بيقولوا لي هو انتي ودكتور علي في حاجه ما بينكم؟ وانا اصلا في تاتش بيني وبين لبنى من فتره، يعني هي بني ادمه سخيفه جدا وبتقعد تقول الكلام كده هايف وملوش اي لازمه. أنا سخيفة؟ أصل إحنا آخر اتنين ممكن الناس تتكلم عنه، إحنا ما بنقعدش أصلا. أقعد؟ لا ما أنا هروح عشان سايبة القسم لوحده، عن إذنك.